وخلال مداخلة هاتفية في برنامج بكم نعود، أكدت الدكتورة فاطمة حبيل استشارية طب العائلة ورئيس قسم البرامج بإدارة تعزيز الصحة، أكدت على ضرورة مواصلة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. مع التزام أفراد المجتمع بالتوصيات الأخيرة من قبل الفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا، بدينا نشوف بعض النتائج الإيجابية، ولذلك من المهم على كل فرد في المجتمع دعم هذه الجهود الوطنية من خلال الالتزام بجميع التوصيات والإجراءات الاحترازية الموصى بها. وطبعا هذا كله من أجل المساهمة في نزول أعداد الحالات القائمة وتقليل نسبة الانتشار وتكوين مرحلة المناعة المجتمعية، وإن شاء الله بعدها بداية الرجوع للحياة الطبيعية تدريج. طبعا هي الإجراءات الاحترازية هي نفسها المعلن عنها سابقا، لكن المطلوب من أفراد المجتمع الالتزام الجاد فيها، مثل لبس الكمامات بالطريقة الصحيحة بحيث أنها تغطي الأنف والفم وتكون محكمة على الوجه، تطبيق معايير التباعد الاجتماعي في كل مكان، سواء في قضاء الاحتياجات اليومية أو في العمل أو غيرها من الأماكن، تعقيم اليدين بشكل دوري سواء بالماء والصابون أو المعقمات الكحولية، وخصوصا بعد لمس الأسطح المشتركة. وطبعا مهم وايد تعقيم الأسطح المشتركة بشكل دوري. طبعا أهم نصيحة أن ننصح الجميع بتفادي التجمعات خارج إطار الأسرة الواحدة وعدم ارتياد الأماكن المزدحمة والمبادرة للتطعيم، لأن التطعيم من أهم الوسائل اللي راح تعطي حماية وتعطي قوة للإجراءات الاحترازية.